خروج بريطانيا، كلما اقتربنا من الموعد هل تعتقد أن التكهنات تذهب إلى أنه لن تخرج بريطانيا الآن ولكنها ستخرج لاحقا؟ هذا شوفي تاريخيا يعني منذ أن دخلت بريطانيا بصراحة في الاتحاد الأوروبي دائما وأبدا كانت لدى بريطانيا نزعة استقلالية بشكل أو بآخر، كان في القرار السياسي وكان في القرار الاقتصادي. المشكلة أن ديفيد كاميرون هذه المناورة السياسية التي طرحها قد تعود يعني قد تعود عليه ولا يستفيد منها سياسيا. هو طرحها لإحراج حزب العمال واللي طرحها لإحراج الخصوم السياسيين، ولكن هذه المبادرة التي ربما لم يتوقع أن التيار الذي ينادي بالخروج قد يكون قويا بهذه الدرجة. صراحة لا أتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر، يعني لعدة عوامل سياسية واقتصادية بغير بالفاتورة. بشكل أو بآخر دائما وأبدا كانت لدى بريطانيا تحفظات قوية جدا على الكثير من الملفات، الهجرة، الاقتصاد، السياسة، بكل من البعض تعرف كما يسأل إنه طب شو مستفيدين من وجود بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي؟ هم لا يعلمون مدى أهميتها كونها كمركز مالي. طب غير إنه هي مش مع الشنغن، غير عن إنه كمان أيضا عندك بعض المش مع العملة، طب شو تبقى لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي؟ شوفي شو تبقى لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، أعتقد يمكن هي سياسية أكثر من اقتصادية. قدرة بريطانيا على تأثير القرار الدولي، قدرة بريطانيا على تأثير القرار. بريطانيا الآن في 2016 ليست بريطانيا في الخمسينات وليست بريطانيا أيها قوة البريطانيا اليوم أم بالأمس؟ بالتأكيد في الأمس، بالتأكيد كانت قبل 50 عاما أقوى من الآن، بالتأكيد كانت حتى قدرتها على فترة مارغريت تاتشر تماما، يعني قدرتها على فرض القرار السياسي العالمي تغير بريطانيا. بريطانيا الآن هي غير بريطانيا الإمبراطورية التي بنتها والتي لم تغب عنها الشمس. المعادلة تغيرت، الاقتصاد العالمي تغير، هناك قوى اقتصادية في العالم تبرز، هناك قوى اقتصادية، هناك قوى سياسية كبرى في العالم غير عن دورها أنها تكون مهيمنة، دور الهيمنة. هلا شوفي طب اقتصاديا أنا ليش لازم الأسواق تتأثر تهتز بهذا الشكل؟ يعني قيل إنه هي تقريبا تمسك 60% من زمام أمور كونها مركز مالي وإنه العمليات المصرفية هل ستتوقف يعني؟ لا شوفي لن تتوقف، لكن أعتقد بأنه ردة الفعل المبالغة في الأسواق العالمية تعود إلى نقطة مهمة أو نقطتين. النقطة الأولى أن بريطانيا هي مركز عالمي ومركز مالي عملاق، وقد تتأثر هذه البنوك العملاقة الموجودة في لندن في بريطانيا، هذا أولا. ثانيا أعتقد النقطة المهمة لأن تبعات خروج بريطانيا السياسية والاقتصادية هي ما يشغل بال المحللين وبال المتابعين الاقتصاديين والسياسيين بشكل آخر. ماذا يعني خروج بريطانيا؟ هل يعني أن هناك مجموعة من الدول سوف تخرج فيما بعد؟ ما سوف يحدث للاتحاد الأوروبي ككل حتى على تركيبته السياسية والاقتصادية؟ إذا كانت لدى بريطانيا مشكلة في الكثير من الملفات، إذا خرجت لن تكون بمقدورها أن تحلها. يعني إذا كانت لدى بريطانيا تحفظات على مواضيع الهجرة والسياسة الاقتصادية والمالية وإلى آخره، بإمكانها أن تقوم بنقاش هذه المواضيع وحلها بالطريقة التي تناسب مصالحها أو بالاتفاق. أما إذا خرجت فينعم بمقدورة حلها. الشارع البريطاني أيضا اللي عنده هذا الكبرياء هو يرغب في أغلبه، ولكن إلى أي مدى هو يستوعب ما معنى أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي سيفقده؟ هذا سؤال مهم جدا، والإجابة عليه أعتقد هو استطلاع للرأي كان في الفاينانشال تايمز، والذي أشار بشكل مهم جدا إلى أن هناك مؤسسات تقود الرأي العام البريطاني. معنى ذلك أن هناك الكثير من نحن يعني المس أندرستانيك، فهم سوء فهم عند الشعب البريطاني للكثير من المعطيات الاقتصادية، يعني هم يتوقعون أنهم إذا خرجوا سوف يحققون مصالح اقتصادية معينة أو سياسية معينة. بنفس الوقت هناك نوع من الرأي العام الخطأ الذي يشير إلى مثلا أن درجة التعاطي مع الصين، درجة التعاطي مع الأسواق الأوروبية، درجة الانكشاف على الأسواق العالمية، في نوع من المبالغة في الكثير من البيانات التي تم طرحها للشارع البريطاني، واللي أساسها عم بيقرروا الشارع البريطاني واللي عم يشوفوا باستطلاعة رأي يس أو نو. طيب حركة اليوم الأسواق الأوروبية مع الافتتاحية لاحظنا مكاسب والفوتسي مرتفع، صحيح يتجاهل تماما ما يحدث ولا بيستجيب لارتفاع النفط وأصلا قطاع التدين، يعني كأنه يتعامل مع الداخل إلى حين انتهاء هذه الغمامة كما يقولون. شوف الارتفاع اليوم لا أعتقد أنه مرتبط بموضوع النفط بشكل أو بآخر، هو مرتبط بنقطة واحدة أساسية، أن الارتفاعات اللي شفناها نحن مع عودة الباوند الارتفاع بنهاية الأسبوع الفائت أعطى نوع من الدفع الإيجابي. النقطة الرئيسية هي اغتيال عضو حزب العمال كوكس والتي كانت من المنادين بالبقاء بريطانيا، أعتقد هذا هو نقطة تحول مهمة جدا في تاريخ كل هذه المعمعة السياسية، لأن هذه لو أنها كانت حادثة فردية لكنها تشير إلى نقطة مهمة جدا، هناك من يرغب بعدم البقاء، هناك مستويات قد تكون مرتفعة من المخاطر السياسية في دولة كبريطانيا، هي
هي دولة مستقرة سياسيا، هناك تيار يجب أن يحسبه. أعتقد هذا اللي خلى يمكن رأيي تراجع شوي بآخر يومين السبت وأحد بعد حادثة الاغتيال، تماما بعد حادثة الاغتيال يعني أصاحة تماما، وبالتالي هو الذي كان ويل للخوان تماما يعني هو الذي ربما أعطى دفعا للباوند. نحن شفنا اليوم الباوند فتح على 100 نقطة ارتفاع ثم أضاف 100 نقطة أخرى قبل أن يكون يضيف مكاسب مع نهاية يوم الجمعة، أيضا فوتسي وهذا ما حدث في المؤشرات الأوروبية. هذه الارتفاعات غير حقيقية، هذه الارتفاعات ليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية بقدر من كونها مرتبطة بمعطيات سياسية. أرجو أن تبقى معنا أستاذ مازن، أنت ذكرت موضوع هام جدا، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو فقط لا يؤثر فقط على المنطقة الأوروبية، كيف يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على الصين وآسيا بعد قليل. الكل يتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، البريكزيت أصبحنا نسمعه كثيرا، حتى إذا اتجهت إلى البقالة يقول لك إلى أن ينتهي موضوع البريكزيت. هل هذا حقيقي؟ وهل هذا سيؤثر حتى على الاقتصادات العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا؟ مازن سلهاب يجيب. سيد مازن، يعني إلى أي مدى موضوع البريكزيت سيؤثر على الصين؟ هلا شوفي، تأثيرات سياسية مباشرة لن يكون له تأثيرات سياسية يعني مباشرة وقوية جدا على دول عملاقة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين. هي تأثيرات سياسية بشكل أو بآخر، هناك اتفاقيات مهمة جدا ما بين بريطانيا ما بين الصين سوف تبقى على حال لن يتغير. يعني بمعنى آخر التأثير سوف يكون مرده بشكل مباشر إلى الأوروبيين بشكل خاص، وليس إلى الأمريكيين أو ليس إلى، لأن هناك اتفاقيات منفردة ما بين بريطانيا والصين، ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي التأثير الأكبر سوف يكون على الاقتصادات الأوروبية ربما، وعلى الانكشاف الذي تمثله البنوك البريطانية وليس على الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية. فالتأثير سياسي، الولايات المتحدة الأمريكية ترغب ببقاء بريطانيا لسبب بسيط، لأنها ترغب بشريك قوي جدا وموثوق، والعلاقة الاستراتيجية التاريخية ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إذا خرج بريطانيا لن يبقى لديها حليف في الاتحاد الأوروبي. هناك أصدقاء مقربين كألمانيا، ولكن قدرتها على فرض القرار بوجود زعامة بريطانيا تختلف عن وجودها بوجود زعامة ألمانيا. طبعا سؤالي مش غريب ولكنه أنا متأكدة من الإجابة، يعني أكيد الصين هي آخر من يكون لحتى يطلب أن يكون هو المركز المالي العالمي. صحيح. بدل أي دولة أخرى، ولكن طرح الموضوع يعني عندك أكبر البنوك البريطانية وأكبر البنوك اللي مراكزها الرئيسية لا تنسى في الصين، يعني HSBC هونغ كونغ، بالعكس كانوا بدهم يلغوا فرعهم في لندن وإبقائه في هونغ كونغ. إلى أي مدى ستستفيد الصين من هذه الفترة وحالة عدم الشفافية؟ يعني شوف، أعتقد بيكون لا تأثير يعني بشكل محدود جدا، وربما تأثير مؤقت، لأنه نحن نشوف حتى يوم اللي كان مثلا عندك أحداث يعني 11 سبتمبر التأثير كان فقط يعني مثلا بتراجع 5%، ومن ثم عادت الأسواق إلى يعني تاريخيا بنشوف أنه خلال 24 ساعة إلى 72 ساعة عادة الأسواق بترجع بتعمل نوع من الاستقرار إلى حد ما، فراح يكون لها تأثير محدود جدا ومتواضع. لأنه لما ننسى شغلة، لأن النظام الاقتصادي في الصين في الميلاند في الصين كدولة تختلف عن هونغ كونغ، وبالتالي خروج بريطانيا إن حدث بالتأكيد هذه البنوك البريطانية الكبرى التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها كـ HSBC سوف يعزز من وجوده في 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 هونغ كونغ. نعم. وبالتالي لندن يعني هذا المعضلة الكبرى، أن هناك الكثير من العواصم العالمية على رأسها باريس وفرانكفورت تنتظر هذا البريكزيت. سنغافورة تزاحم على هذا الموضوع، لأنه عم تشوف أنه هذه فرصة مهمة جدا فيما لو خرجت البنوك البريطانية. ولا أعتقد طبعا، ولو أني أعتقد شخصيا أنه حتى لو خرجت بريطانيا سوف تبقى مركزا ماليا عالميا مهمة جدا. نعم. مع الوضع الحالي. إلى أي مدى اليوم مع غياب بيانات قوية جدا من الصين أو من آسيا نجد أنه الحالة هادئة في الأسواق العالمية؟ هل يجب أن ننتظر أي من قرارات من صندوق النقد والبنك الدولي فيما يتعلق بمعدلات النمو في السوق الآسيوي؟ حقيقة شوف، هذه الهدوء في الأسواق العالمية مرد إلى ارتفاع في مستويات يمكن الخوف والمخاطرة التي دفعت بالكثير من المستثمرين إلى العزول عن التداول. نحن نشوف حتى بأنه قيم التداول في الأسواق العالمية متراجعة إلى مستويات قياسية لم تشهدها من سنوات. هذا مرد إلى أن هناك ضعف في مستويات السيولة التي تأتي من الخوف بأنه الأسواق العالمية غير مستقرة، البريكزيت، وأيضا موضوع يعني موضوع البنوك المركزية في العالم التي حولت صراحة الأسواق إلى لقمة سائغة، إلى لعبة بسيطة بيد هذه البنوك المركزية. لم يعد هناك مستويات من المصداقية في أداء البنوك المركزية. هذا أعتقد ما رده إلى الهدوء الذي تشهده الأسواق على الأقل في المرحلة الحالية، ووجود غياب الاستثمار. أعتقد بأن التقارير التي تنشرها مؤسسات النقد الدولي أو صندوق النقد الدولي لا تؤثر فعليا بالوقت الحالي، التي يبدو أن الاقتصاد العالمي خلص يعني أخذ طريقه، بأن هناك ليس هناك من ارتفاع قوي للنمو العالمي في 2016.